أكثر من 450 ألف بين متعاقد وأجير يعملوا ضمن القطاع الحكومي لم يتسلموا الرواتب، ومنهم من أبعد عن العمل دون حقوق. المئات منهم خرجوا إلى الجهة المقابلة للمنطقة الخضراء في بغداد موجهين نداءاتهم لرئاسة مجلس الوزراء للنظر بقضيتهم التي مر عليها سنين ولم تلقى الالتفات من الحكومات السابقة. احنا عقود شركة حمورابي وزارة الاعمار والاسكان، عقود صار لنا 16-17 سنة، اقل واحد 5 سنوات عدى عقد، واغلبنا حمل الشهادات، يعني انا بكالوريوس زين نخدم بالمجان، كان راتبنا 300 ألف، بعدين سواها 250، وقبل 3 أشهر سواها 100 ألف. زين احنا اغلبنا عندنا عوائل متزوجين وعندنا اطفال وعندنا اجار، زين 100 ألف ايش تسوي؟ احنا نريد من الكاظم يثبتنا لا اكثر ولا اقل، تفعيل القرار 315 ويثبتنا لا اكثر ولا اقل، هذا مطلبنا وهذا حقنا. نحن عقود مديريه مواء محافظه بغداد، كنا على وزارة الإعمار والإسكان البلديات نستلم راتب 400 ألف، كنا خريجين وعندنا خدمة أقل واحد 12 إلى 10 سنوات، تحولنا على محافظة بغداد صار راتبنا 110، صار سنة ونص نستلم 110، يعني 110 حفاظات متكف، والله شنو تخصيص مالي ماكو، على الموازنة انتظروا والمحافظ يجيب ويعين، كنا 600 واحد تحولنا على المحافظة هسه صرنا 1600، المالية تقول احنا جاي ندز راتبكم بس المحافظ جاي يقسمها على الجدد اللي وياكم. صحوات ابناء العراق، احنا من 2007 ناخذ 250 الف دينار ونمارس حالنا حال الشرطه حالنا حال العسكري ومبيت ونطلع واجبات وطينا شهداء وطينا مصاوب وناخذ 250 الف دينار، لمن نعطيه ال 250 الف؟ يعني انا 8 سنين لي خدمه اجور يومي، طلعوني لا عندي معين لا عندي مساعد لا عندي راتب، قعدوني هاي من سنه 2014 لحد الان، لا حقوقي ولا رجعوني، الوراي حالهم على الملاك الدائم واني اتفرج، وانا من يعني العوائل المتعففه انما معنى الدرجه. زين قابلت مرتين الوزراء ما اعطوني نتيجه، قابلت وكيل وزير ما اعطاني نتيجه، يعني لمن اتجه؟ من لمن اتجه؟ اريد من الله ومن رئيس الوزراء يلتفت علي، حالتي تعبانه، لا عندي معين، لا ابد، بس راسي وراس ابني وخمس بنات. حتى سكن ما عندي والله العظيم. فساد مالي يدخل شريكا في تفاقم المشكلات التي يشكو المتظاهرون من تراكمها، مما ساهم في ارتفاع نسبة الفقر في العراق. اليوم أريد أحكي بخصوص موضوع اللي هو الماستر كارد، أغلبنا حولوها من 2019 شهر السادس، اللي هو ضحكوا علينا بهاي شغلة الماستر كارد اللي هم تعاقدوا ويا شركات صفقات تصير خلف الستار، كلها تعرف بيها هالشي، يعني كل ما يسوون عقد نهاية السنة يردون ياخذون من عدة فلوس، واحنا لحد اليوم هاي لو حطها هسه بالصراف الله وكيله شي يسحب ما يطلع لي. عجبت لمن لا يجد القوت في بيته، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه؟ هكذا اختتم المتظاهرون حديثهم، مطالب ليست بكبيرة أو كثيرة جاءت بهم ليلتحفوا لهيب الشمس الحارق كما يقولون، وإنما هي بضعة حقوق تؤمن لهم العيش الكريم ويطالبون تحقيقها. ندى المرسومي من بغداد، التغيير.